بيوم من الايام كنا على الشاطئ قاعدين عم نشرب شاي وما حسينا وما درينا الا في شي عم يضوي بالمي، وفجاه صار البحر يلمع وكلنا صرنا نطلع عليه مستغربين. حسينا ان نجوم السما نزلوا يسبحوا بالمي، وصارت المي تلمع مثل الالماس. شو اللي عم يلمع؟ بتعرف الغواصه البحريه اللي السفينه المسكره اللي بتسبح تحت المي؟ ها هي هي غواصه بتسبح تحت المي. طيب انت ما عندك غواصه؟ كان عندي وحده من زمان، بعدها لما صرت كبير. يلا انا رايح نام غرفتي، تصبح على خير. وانت بخير. تصبح على خير. وانت بخير. حكيت مع الخالة نرمين وراما بتسلم عليك وقالت لي انها اشتقت لك. وانا اشتقت لك كمان ماما. يا عيونك جيبي اختي لهون. دكتور فؤاد صرف كتير اليوم. مين اللي جبره؟ قلت له بدفع معك بس هو كبر لي راس. شو بعمل له؟ يعني امي لو ما كنتي حكيتي عن اكل ايام زمان كان احسن. انا ما قلت له انه بدي اكل، بس حكيت عن زمان. قلت له انه كنا ننبسط بالاكل، وعن جد كنا ننبسط. كان الاكل له طعم غير شكل. تقبريني يا امي. شو بتحبي الاكلات تبع زمان؟ حبيبتي بنتي لا تزعلي مني ولا تاخدي على كلامي. تقبريني لا تزعلي يا روحي. دكتور خالد لازم تجي. دكتور خالد لازم تجي. عم تتدرب؟ شو بنبسط لما بشوفك مبسوط يا ابني. بتمنى اشوفك على المسرح. كيف اذا عم بشتغل طول النهار؟ كيف بدك تشوفيني؟ بدي اياك تساوي كل شي بتحبه، وانا رح ساعدك حتى تحقق احلامك. ما بدي يصير فيك مثلي انا. امي شو كان حلمي؟ اني صير مطربة. عنجد؟ ما كنت بعرف. ايه جد، ورحت سجل بفرقة الاوبرا بس جدك منعني. ليش؟ قال ما بده يصاهر طبال. كنا عم ننتقل على شركتنا الجديدة، والعمال عم يجيبوا فرش المكتب. قاموا جابوا الطاولة، كنت موجود أنا وأبي. أنا قلت لهم حطوه على جنب بيطلع منظرها أحلى. قام أبي عدنا قال لهم حطوا الطاولة بالصدر. كنت شاب وما فهمت ليش. بعدين سألته لأبي ليش حطيت الطاولة بالصدر، قام جاوبني جواب فاجئني. قال لي يا ابني انتبه، اصحك تدير ظهرك للباب مشان ما تترك مجال لعدوك يطعنك بظهرك. ايه الله خير. اهلين. هي مشاكلي وانا رح حلها. شوفوا مين اللي قاعد هون. صراحة نحن جايين لنسهر ونحتفل. انا حابب انه اعزمك على السهرة بس بعرف انك ما رح ترضى. طيب سهرة سعيدة ميار بيك. قعدت معكم بس ما بيصير اقعد وين ما كان. ليش مين اللي عزمك تقعد معنا؟ تعرف انا مصبي حساس وما بيصير اقعد مع مين ما كان.
ناس بتحكي. وبيقولوا مجد بيك مع مين قاعد؟ مع واحد متورط بجريمة قتل؟ بتنقلع ولا بقوم بخلص عليك على آخر؟ ميار لا ترد عليك. قوم قوم فرجينا. شو انا خايف منك يا بابا؟ واحد حشرات شباب محترمين. يلا يا بابا يلا خلي الحاله. اه ولا يهمك خلي الحاله. شبنت لسه بدي خليك تندم على كلامك. متقوي برجالك. خلص اهدى ماشي. يلا يا شباب امشوا، المكان ما عاد يليق فينا. وينك لهلا؟ طول الليل عم دق لك، ليش مسكر موبايلك؟ قريت هالبهدلة بالجرايد؟ ميار انا عم بسألك جاوبني، ما جنني. صارت سمعتنا بين الناس مثل الزفت، طيعت كل اللي عمله ابوك. امي خلصنا، ماني متحمل اسمع ولا كلمة. ما بدك حدا يواجهك بالحقيقة؟ ضيعت على حالك فرصة العمر وعطيتها لمجد على طبق من فضة. جرايد كلها عم تحكي عن طيشك واستهتارك، حتى مرتك راحت. امي خلص بقى، لا انت بدك تضلك تتحكمي فيه، تتدخلي بكل شيء، بحياتي بولادي مرتي طفشتيها، عاش تتدخلي فينا. خلص بكفي ميار. خلص تعطل. من وين جبتي رقم تليفون رفيقتك؟ من دليل الهاتف، لازم جيب شاحن للموبايل. شراب حليب؟ ما بدي اشرب حبيبي. اه الشاطرين بيقولوا نعم. اسمعني ليز، انا لازم اشتغل مشان اجيب مصاري. بابا ما مصاري كتير، بس هدول المصاري للبابا مو لإلنا. يعني لأنه بابا زعلان منا؟ لا ما أنا زعلان حبيبي، لازم اشتغل مشان ضل معي. بس انت رح تتركيني. مضطرة أتركك شوي، وبس خلص شغل برجع لعندك. زعلتي مني؟ إذا انت زعلت أنا بزعل. انت روحي على شغلك، لأنه ليس عنده شغل وما نفاضي لك. شو بدي اشتغل؟ بدك تساعدني شغل العيادة، وبس ما يجوا المرضى انت بتناولني الأدوات. ماشي. صباح الخير. صباح النور. كأنك مبكرة ست سهيلة. شو بدي أعمل؟ صاحبة الفستان رايحة على دبي اليوم. رايحة على دبي؟ شو رح تعمل حفلة عرسة هوني؟ العزل الرز والبرغل. صباح الخير. ما بدك تفطري؟ بفطر. شو أخبار الموظفة الجديدة؟ هاد أول يوم بتداوم فيه، يعني يمكن تتأخر. ومن أول يوم رح تشغليها؟ إن شاء الله، طبعاً إذا كان شغلة منيح. كيف صارت حالته؟ كتير منيح. اليوم انخرج. أنت بتحب الحمام؟ لا ما بطيقه. إيه كتير منيح، لأسبوع ما رح تتحمم وما بتقرب معي عجلة، بس لازم تغسل ايديك ورجليك. ما بدي وصيك سيد ناجي، عطوه الدواء بمواعيده، ما تخلوه يتحرك. ماشي؟ طبعا نمشي على تعليماتك.
مرحبا. أهلين. رح بلش شغل اليوم. بعرف دوام ببلش الساعة 9 وانتي تأخرتي. ايه بعرف، بس خربطت بالطريق. تفضلي. انت وعدتني اليوم يكونوا عندي. طيب اخي انا شو دخلني بظروفك؟ وانا كمان مضطر كتير. طيب طيب ماشي خلاص جاي. ايه ليس فيك تضل حالك شي ساعة؟ بقدر ضل، بس لوين رايح انت؟ في عندي مشوار مهم كتير، وبس ارجع جاي لعندي مريض، بدك تساعدني وتعطيني الادوات. ماشي ماشي. يسلم لي الشاطر. يلا. شفتيها قديش حلوة؟ باينتها بنت اكابر الكندرة اللي برجلة حقهديك الحسبة. الله يطعمنا. جمانة هاتي المقص من عندك. حاضر تفضلي. انتبهي هيك بتتجعلك. صباح الخير، كيفكن يوم؟ صباح الخير معلم نازي. صباح النور. صار جاهز؟ منيح. كيفو براء تحسن؟ صار منيح وطلعنا من المشفى. اهلا وسهلا. اهلين فيك. نبلش مع مدام عليا بشغله صعبه يا سهيلة. ها الطرحه مو ظابطه، كأن الدانتيل زامن. عن جد استاذ ناجي؟ شو فيها؟ يا هلا بصلحها، لا تشغل بالك. انا رايح احكي مع صاحبة الفصل. ضروري. خلينا نحن سوا. واحد اثنين ثلاثة. شوف نبضه ويسوا له ضغط الدم كمان. يلا بسرعة. كيف وضعه؟ نبضه ضعيف والضغط نازل والنزيف ما عم يوقف. وضعه سيء، ما في شي بيطمن. في حدا بغرفة العمليات؟ لا لا ما في حدا. النزيف ما عم يوقف دكتور، شو نعطي؟ أنا رح أتصرف. خذوا العمليات، لازم جراحة فورا. شوفوا لي شو زبل دمه. يلا سريع سمير، بلا ما تعمل هاي العملية مروان الشاب رح يموت ورح يصفى دمه. سمير شو صار لك؟ بلا ما تعمل العملية خذوا ضغطه قبل العملية، لسه ضغطه عم يخف. سمير خذوا على العمليات. سمير خلصت؟ سمير 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 وقف شوي. وقت ما دخلك فيه شو بدك؟ اسمعني، الرجال مبين فقير كتير وما معه يدفع للمشفى. شو؟ ما سمعت الدكتورة؟ هديك المرة قالت لما ما بيكون مع المريض كلفة العملية لا تعملوها. لك شبك مروان؟ انت هذا رأيك؟ إذا الزلمة فقير مثلكم حتى يموت؟ ما عم جيبش من عندي، انت بتعرف التعليمات. خلص فهمت، بس يصفى دمه بننزله على البراد. سمير لك وين راح ضميرك؟ هذا المريض أمانة بين إيدينا، ولا نحن ما دخلنا؟ هاي التعليمات. تذكرت شغلة مهمة، نحن هون وبنخدم بس اللي بيدفع. سمير استنى. لازم نخبر أهله مشان يجهزوا للتعزية. خلاص انحلت، ولا يهمك دكتور مروان، خليه. خلاص بقى يكفي، اتكل على الله.
سهيلة عجلي اجا المعلم. ايه جيت استاذ ناجي. خلص ايه الحمد لله. العروس جاي مشان تيجي. ايه والفستان جاهز معلم. هن على الطريق بعد شوي بيوصلوا. شو هال؟ لا مين حط هذا البروش؟ المدام علي حطته. شو هالحكي؟ من امتى بتخلي حدا يتدخل بتصاميمك؟ انا يا معلم ناجي انا. نعم انا حرقت الفستان بالمكواية. شو؟ ايه بس المدام علي صلحته وحطت البروش مشان تخبي الحرق. طالع كثير حلو ما؟ ايه طالع كأنه موديل. يعني عجبك؟ وليش حاطة وردة على الوش ووردة على القفا كمان؟ بهذا التصميم جاي قفا الفستان مثل وشه تمام، وهالطريقة عاطيلة جمالية وما حدا رح يشك بالقطعة انه في اي عيب اطلاقا. ما شاء الله عليكي اقنعتيني والله الفكرة ذكية. كيسين دم زمرة أو سلبي وأدوية وسيروم وتخدير وغرفة عمليات وإجرة منامي وأدوية بعد العملية مضادات التهاب ومسكنات وغرفة إنعاش للمجموع 70,000 ليرة. مين رح يدفع تكاليف هالعملية هاي؟ دكتورة حنان مفكر الدولة رح تدفع لنا تكاليف هالعملية؟ ما رح يعطونا لو ربع التكاليف. ليش نحن حتى نخسر هيك مبلغ؟ إذا ما معه يدفع ليش لتعملوا العملية؟ لأنه عنده أولاد، مو ذنبه أنه فقير. سمير الرجال كان طالع من القهوة وتقوس، يعني ما له ذنب الحادثة. شو بنتركه لحتى يموت؟ فهمني أنا مو طالع بإيدي شيء. بالزور حتى عم قدر مشي المشفى، وأنت بتعرف بالزور عم ساوي حسابات على الليرة، وبالآخر عم نحرج قدام أصحاب المشفى. نحن مو شغلتنا نصلح الكون، نحن لازم نساعد الناس، وأنا عملت واجبي. والله صاير عم اكره الشغل بهالمشفى. بده الرخصة. ليش نحن ما عنا رخصة؟ ما عنا رخصة، ولحتى نشتغل لازم نطلع وإلا بيخالفونا. ماشي هلا بحكي مع رئيس البلدية. رئيس البلدية مو موجود بمكتبه. مع مين بتحب اتصل؟ مع معاونه. اتصلت بمعاونه. ايه ما لقيته بمكتبه، طلع مع رئيس البلدية برات المدينة. قلتي لهم انك عم تحكي من شركة ميار كران؟ طبعا استاذ ميار. احنا بفرجيكم. يلا امشي. تفضل معلم افطار معنا. بلشوا انتو. يلا عليا. منين جايبين هالخبز الطيب؟ من الفرن اللي على الزاوية، ما منجيب غير من عنده. بدي يصير اخذ من عنده، اللي قدام بيتنا مو ظريف. ان شاء الله صحة وهنا. خلصوا بسرعة وضبوا، بجوز حدا يجي لعنا. ماشي معلم ناجي. ايش هو الزحمة هاي؟ الو اهلين سيد ناجي، انا هلا جاي لعندك. شو عم تفطروا؟ صحة وهنا. ميالك يا حسيب، قديش حماتك بتحبك. لا هلا ما عندي حماية. شكرا. مثل ما عم قلك دكتور سمير، العجقة ما بتخلص. صف سيارتك على جنب. ايش هو بيجي مشي؟ لا شو مشي، ببعث لك الشوفير. لا لا عدلي العنوان بس. افتح تمك لشوف. برافو عليك. بعرف كاكل لحال. ايه طبعا بتعرف، بس انا حابة طعميك بايدي. ايه شو انتو ما بدكن ترجعوا على قدرنا؟ امي ما بدها ترجع لهونيك. معناته ابوك رح يجي. ما بعرف، بابا يمكن يجي ويمكن ما يجي. طيب عجبك الجاتو؟ ايه عجبني.
يا شطور. حاضر معلم ناجي. حسيب روح المعلم بده اياه. يلا. وين رحت؟ ليش؟ بنحط البيض مع السكر وبعدين بنخفقهم. امي علمي طريقه الجاتو على المزبوط. ايه بنحط بياض البيض بنخفقهم لينفشوا بعدين بنحط عليهم سكر. مدام يسرى شفتي لي ليس؟ لا تقلق هو عنا هون. خفت كتير. اهلا دكتور سمير. اهلا فيك. شو صار بالسيارة؟ هلأ بيكون الشوفير راح يجيبها من هنيك. لا تقلق. ما بتتصور قديش انا فرحان لانك قبلت دعوتي وجيت، وشرف الي انه شخص مثل حضرتك يجي يفصل عندي بالمحل. شرف لي. كاسة الشاي معلم نازل. شو بتحب تشرب؟ شو بتشرب؟ شاي؟ قهوة؟ ولا شي بارد؟ او اي شي تاني؟ شاي. جيب شاي. في جوع عند المعلم شب بيطير العقل. يمكن هذا الدكتور. ما بعرف مين بس شكله حلو. مين بيشبه؟ مين بيشبه؟ كأنه بيشبه حدا بعرفه. يمكن بيشبه شي ممثل سينما. انا رح اخذ له الشاي. ومنين اجتك هالشطارة هلا؟ تفضل. شكرا. الجاكيت بدك يا سادة ولا فيها شي حركة؟ هلأ الموضة جاكيت بثلاث زرار. أما الألوان أنا ما أحب الموضة كتير، يعني خليها سادة. مثل ما بدك. جمعنا قولي لمدام عليا تجي لهون. ماشي. يا ريت لو يخف الشغل شي كم يوم، والله هالكت رجلي من الوقف قدام الماكينة. ست عليا المعلم ناجي بده إياكي. حضرتك طلبتني سيد ناجي؟ اهلا وسهلا. كل معي. انا بحب الاكل، تعودت اكلها انا وولادي. شكلك جايب لي شي خبر سيء. شو صاير؟ في مصيبه جديده؟ ايه جايب لك خبر. مناقصه الحديقه العامه. ايه شو بهالحديقه؟ عن قريب رح نبلش فيها. المناقصة طارت. ما فهمت. كيف يعني؟ قديش دفعنا مشان ناخذها؟ في شخص تاني أخذ المناقصة ورح يبلش شغل هذا الأسبوع. مجد اللي أخذها؟ كان المرحوم والدي يقول إنه الواحد ما بيصير خياط إذا ما كان مزوق وبيعرف يتعامل مع الناس. الظهر 55 سنتي. الظهر 55 سنتيمتر. لأنه بتعرف دكتور الخياط الطول 80. الطول 80. ممكن ترفع إيدك؟ يعني لما بتتعامل مع الناس ما بتفرق. بيصيروا بيحترموك. هيك. بتعرف دكتور الكلمة الطيبة. بس ممكن تطويها شوي. هيك. إيه. ومو بس بشغلة الخياطة. بأي شغلة، يعني حتى بشغلتكم لازم الدكتور يكون لطيف. الكم 60. الكم 60. بكرة بتشوف شغلنا وأنا متأكد أنه رح يعجبك كتير وما رح تفصل غير عنا، لأنه بهالأيام نادرا ما تلاقي خياط فهمان. نص الكتف 25. مو كل مين مسك المقصر خياط. سجل محيط الصدر. وهي محيط الصدر 90 سنتي. 90 سنتي. إذا شي يوم صابتني الجلطة خدوني لعند الدكتور سمير. لك أنت شو صاير لك من الصبح ما سكتي بنوب؟ يلا على بيتك روحي. الله معك. يلا ماشي. ليكني رايحة. ايه ست سهيلة. ليش المعلم ناجي نادر ست عليا بدالك انتي؟
أمانة لا تؤاخذيني. لا لا ولا يهمك، ما بعرف كيف بدي اتشكرك على التوصيلة. وين طريقك؟ جنب الكلية. وانت؟ هيك شي يعني نفس الطريق. عن جد؟ الدكتور سمير شخص كتير مهم ومرتب، وشوفيه بس يلبس شغلنا. طيب ليش ناديت عليا يعني؟ لا تاخذ القياسات. انا كنت باخذهم، هي لساتها جديده. خليها تتعلم لتساعدي، وباين عليها شاطره كتير وبتفهمها على الطاير، واذا تعلمت رح تشيل عنك كتف. سهيلة، انت مخليكي بس للشغلات التقيله، لما بيكون في فستان عرس مو انت اللي بتاخذ القياسات. قليلي، عرفتي شي عن عليا؟ ابدا. معقوله؟ مين هي ومن اي مدينه؟ ما قالت لك شي؟ لا. مو غريب؟ ليش؟ بتعرفي مبين انها بنت عيلة، من تصرفات الراقية وكلام اللطيف، حتى من تيابها وكندرتها. معقول مو حابة تعرفي قصتها؟ ممكن تنزلني على الموقف؟ طيب وصلت البيت؟ لا شكرا، بدي اشتري شوية غراض. طيب. هون منين؟ شكرا، يسلموا ايديك. كل تزوق، عطلت حالك مشان توصلني. ولا يهمك، يهمك. رح شوفك البروفا؟ ان شاء الله. بدك تروح اسطنبول؟ عم بتحكي عن جد؟ ايه عن جد. شو مستقل باسطنبول؟ هي مدينة كبيرة ومليانة شركات. هي مركز تجاري مهم. إذا صفيت كل شغلي هون بصير معي راس مال، إذا أسست شغل هنيك بضرب ضربتي. لازم يكون عندك مشروع، ما دام رح تصفي شغلك. بما إنه في راس مال، ما في شي صعب. أنا ستي ساكنة باسطنبول. ما شاء الله، ستك لساتها عايشة؟ وليه مستغرب؟ ستي لساتها قوية. بتعرف جمال؟ جاء على بالي نسأل. سهرة من تبعوت أيام زمان. كنا مجانين، وما نقدر نرجع على البيت لحتى يطلع الصبح. وأهلينا يستنون على البواب. كانت أوقات حلوة عن جد، كنا شايفين حالنا شغلة هيك مو سألين على حدا، وكل واحد يفكر حاله أبو زيد. كنا صغار بس راحت هديك. ايه، رفقات الطفولة وأيام زمان شو بيكون صار فيهم يا ترى؟ دخيل قلبه اللي قاعد عاقل. يا روحي انت، انا كثير اشتقت لك. شو كل يوم بدك تتاخر هالقد؟ صحيح، بس شوف شو جبت لك. يا الله، لعبة اتاري. مليت منك ها؟ صليك 20 سنة بهالعادة، لازم تبطلي تخافي من الابره بقى. ما بقدر شيل السن من دون تخدير. بس حموت من الخوف، بترجاك بعدها عني. بطلت، ما عاد بدي اقلع سنك، مشان الله بعد. طيب اخرتها معك؟ شو بكي خالي اسمها؟ عليا بنتي الحلوة بعيون زرق. يلا مين صدق اني اكون، قديش مشتقت لك يا روحي. الدماغ مستهلك للاسف. انا مالي بشد عيوني. عجبت الدخان كله. فؤاد حكى لي شو صار. ايه ولا يمك، لا تزعلي على شي يا روحي. تمشي وزدتي ورا ظهري. ايه كيفك هلا؟ انا منيحة، وانتي كيفك؟ لسا عم تطلع على مصر؟ شو فكرتيني ختيارة؟ غلطانة كتير. شو حلوة ايام زمان. ايه كتير حلوة،
بتعرفي هلا وقع بين ايدين دكتور ما بيرحم ابدا وايده تقيله كثير. اها بما انه بلشتوا بالحكي لا اشتغلنا اليوم. اسمهان يلا تعالي خلينا نخرج بقى. انا بدي روح اتاخرت عندي طلع على المسرح اليوم وكثير ضروري روح. تعالي وبلا كذب عادي احسن لك. ها انت شايف قدرنا من الطيارة؟ شايفها؟ طيب اسطنبول؟ اسطنبول بتبين اكبر وكثير كبيرة مثل البحر. شو معنى هالحكي؟ بتكون جبالها مقباية الدرج جاي على بالي بدها هونك. حاجة تلف وتدور. انت حابب تشتغل هونيك؟ جمال بتشاركني اذا رحت لهونيك؟ شو؟ انا لحالي ما بقدر بدي تكون معي. انت بتعرف كيف صار وضعنا بهي البلد. هذا قرار صعب ما بقدر. ليش؟ لانه مثل ما قلت اسطنبول بحر كبير وممكن يبلعنا. شو عم تعملي؟ ليه طفيت السي دي؟ ليش قاعد صفنان عم تسمع اغاني؟ ليش يعني ممنوع؟ انت شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. بعدين وين كنت من الصبح؟ ليه هيك عم تحكي معي؟ شو قصتك؟ كل ما بسألك سؤال بترد علي بسؤال وما بتجاوبني، كأنك عم تتهرب. من شو بدي اتهرب؟ انا مالي ولد صغير ولا عاد تحكي معي بهالطريقة. سمير انا شغل بالي عليك. شو مو من حقي يعني؟ إذا شغل بالك مو يعني تحاسبيني. أنا ما عم حاسبك بس قلقت عليك. طمني لا تخافي علي. أنا رايحة عشان تقدر تاخذ راحتك. حضرتك ما عم تنشفي المطربانات منيح حتى كلها محمضة. خدي كبي. منين طلعتي لي بشغلة هالمطربانات؟ مدام انت قلتي لي لا تخلي شي بالكياس كله حطيه بالقطرميزات. بعد ما تنشفيهم هدول حضرتك قطفتيهم من الجنينة وقلتي لي حطيهم بالمطبخ. خلاص بلا كلام فاضي كتر حكي كبيهم بزبالة. نفي هالمطربانات منيح وعملي قهوة. لي عليكي شعوبي شلون استحملتك ما بعرف. والله لولا جمال الحيدر بيك علينا ما كنت تحملتك ولا دقيقة. بدون الست عليا صار البيت ما بينطاق.
دينا الجو هون صاير عم يخنقني، والله ما بعرف كيف كانت الست عليا متحملة وسهكة. انتي خليكي بدروسك ولا تتدخلي بشي ما بخصك. عم بكذب؟ ليش مو هي اللي طفشتها؟ الست عليا رح تتطلق واكيد رح ترجع مشان تاخد بنتها. ها عم تحلمي بالاول لحتى يخلوها تفوت على البيت ولا ليخلوها تشوف بنتها. هي اذا ما اخذوا الولد منها كمان. ليش يعني؟ البلد ما فيها قوانين؟ في بس مو على هيك ناس. نامت راما؟ ايه نامت. شو ما اجا ميار؟ شو صاير لك؟ ليش بتضلي بتسألي اذا اجا؟ شو بدك فيه؟ ما في شي، عم بسأل. شو هالحالي هي؟ بيتنا ما عم ينطاق بنوب. انسي اريج، قولي لي شو بدك وانا بجيبه. راما نامت بلا ما تشرب حليب، اذا بتريدي لما تفيق شربيها كاسه. حكيتي مع الست عليا؟ حكيت معها، وقبل ما تحكي مع راما خلص شحن موبايلها. القمر ولا كأنك عايش معنا بهالبيت. ماني قدران احكي، تعبان وبدي نام. شبك؟ شو صاير لك؟ مالك بالعادة تطلع تنام بدون ما تسأل عن أمك؟ أمي بترجاكي، تعبان وراسي عم يوجعني ونعسان. اصبحي على خير، اصبحي على خير. كأنه نحن اللي تركناه بوقت الشدة، مرته هي اللي تركته ومشيت، عم يفش قهره فينا. تقولي حدا عامل له عمل؟ امي هلأ بيسمعك؟ يسمعني؟ شو خايفة منه؟
راما نايمة من زمان. ميار إذا سمحت بدي أحكي مع بنتي. اسمعيني، أنا ما عاد عندي صبر أكتر من هيك، لازم ترجعوا أنت وليس على البيت فورا. أنت بروحتك كبرتي قصة كثير والعالم صار يحكوا علينا. ما عم تفهم علي. أنا ما عاد بدي أرجع بالمدرسة. أنت شو عم تحكي؟ شو يعني ما بدك ترجعي؟ آه؟ طيب ماشي لا ترجعي، بس يكون بعلمك إنه أنا ما بخلي ابني بعيد عني، فهماني؟ ميار فهمي شو بدي لك. يا أما بترجعي على البيت بسرعة، يا أما ما رح تشوفي ولادك طول عمرك. عم تفهمي؟